صباح الخير، مساء الخير، على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه ايجيبشن فالكونز، وحشتنا جدا ورجعت لكم النهارده فيديو جديد. وايوه زي ما انت شايف كده في العنوان بتاع الفيديو، مايك ببلاش تقريبا بدون اي حاجه. كل الناس في الوقت الحالي معاها تليفونات سمارت. طبعا انت تقريبا ممكن تكون بتتفرج على الفيديو ده من تليفون خاص بيك ويكون سمارت. وفي الوقت الحالي المايكات اللي موجوده في التليفونات الجديده كلها تقريبا متطوره عن زمان جدا. في تليفونات بدل ما موجود فيها مايكروفون واحد موجود فيها 2 مايكروفون، والطريقه بتاعه النهارده هتحول بيها التليفون اللي موجود معاك لمايك احترافي تستخدمه على الكمبيوتر عندك. وده طبعا بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق ابلكيشن بتثبته على الموبايل عندك، سواء كنت اندرويد او حتى ايفون، وبرنامج بتثبته على نفس الكمبيوتر اللي انت هتشغل عليه الموبايل ده. والاتصال بين الكمبيوتر والموبايل مش لازم يكون عن طريق سلك معين، لا ده في 4 طرق للاتصال بين الكمبيوتر والموبايل عشان تشغل عليه المايك. والاتصال بيتم عن طريق البلوتوز او الواي فاي او حتى اليو اس بي او حتى الواي فاي دايركت. وافضل طرق للاتصال بين الموبايل والكمبيوتر بتكون عن طريق اليو اس بي او حتى عن طريق الواي فاي. وليه ما قلناش البلوتوز؟ لان البلوتوز بيبقى بطيء نوعا ما، وتقريبا مش كل الاجهزه فيها بلوتوز. والاتصال عن طريق الواي فاي الدايركت دي بتكون طريقه لفه شويه، عن طريق ايبهات وحوارات كتيره جدا احنا في غنى عنها. لكن طريقه الاتصال عن طريق اليو اس بي او حتى الواي فاي بتبقى اسهل واسرع في نقل الصوت بين الكمبيوتر والموبايل. وطبعا الواي فاي دلوقتي موجود في التليفونات الجديده كلها حديث جدا، تقريبا احنا بنتكلم في واي فاي الاصدار الخامس والاصدار السادس. ونفس الكلام ده ينطبق على الراوتر اللي انت بتستخدمه دلوقتي، وحتى لو كان عندك راوتر قديم الطريقه هتشتغل بكل سلاسه. اول طريقه وبتكون عن طريق اليو اس بي، ودي بكل بساطه بتبدا انك تفتح الابلكيشن الخاص بالموبايل، وبعد كده بتختار السيتنج او الترس اللي موجود في الابلكيشن، وبعد كده بتدخل على طريقه الاتصال وبتختار يو اس بي، وبعد كده بتعمل رجوع، وبعدها بتدوس على زرار تشغيل او زرار اتصال اللي موجود عندك في الابلكيشن. وبعد كده اثناء توصيل الموبايل بالكمبيوتر بتبدا انك تفتح البرنامج اللي موجود عندك على الكمبيوتر، وبعدها بتختار كونكت، ومن كونكت بتختار يو اس بي. وبكل سهوله بيتم الاتصال بين الموبايل والكمبيوتر عن طريق اليو اس بي، ودي اول طريقه. ثاني طريقه وبتكون عن طريق اتصال الواي فاي بين الكمبيوتر والموبايل، ودي مهمه جدا وسهله جدا، ومش لازم يكون الموبايل جنب الكمبيوتر، اهم حاجه يكون على نفس شبكه الواي فاي اللي متصله بين الكمبيوتر والموبايل ده. وبكل سهوله بتبدا انك تفتح برضو الابلكيشن، وبعد كده بتدوس على الترس اللي موجود عندك في الابلكيشن، وبتختار نوع الاتصال واي فاي، وبعدها بتبدا انك ترجع وتدوس على زرار تشغيل او زرار اتصال اللي موجود عندك في الابلكيشن. وركز معايا جدا، هيبدا انه يدي لك اي بي، والاي بي ده بكل بساطه هو اي بي بروتوكول الاف تي بي اللي بينك وبين الراوتر. هتبدا انك تفتح برنامج الكمبيوتر، وبعد كده بتدوس على كونكت، ومن كونكت بتختار واي فاي، وبعد كده بيطلب منك ادخال الاي بي، بتدخل نفس الاي بي بالظبط، يا ريت ما تغلطش في اي رقم، وبعد كده بتدوس على كونكت وتنتظر شويه، بتلاقي تم الاتصال بين الموبايل والكمبيوتر عن طريق الواي فاي. وبكده تكون حولت المايك بتاع تليفونك من مايك عادي تستخدمه في التليفون فقط لمايك تستخدمه على الكمبيوتر عادي جدا. ومع العلم الطريقه دي انا بستخدمها شخصيا، الموبايل عندي في ايدي اهو ومتصل عن طريق الراوتر اللي موجود ورايا، ومن الراوتر بيسجل على الكمبيوتر بشكل تلقائي. ولكن انا في حالتي بستخدم مايك بويا، ولكن انت لو ما عندكش مايك بويا تقدر تشيل السلك عادي جدا وتستخدم المايك الخاص بالتليفون، وطبعا الصوت هيطلع كويس جدا، وده على حسب نوع المايك اللي موجود عندك في التليفون وعلى حسب نقاء المايك. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ولو استفدت من الفيديو ده اتمنى دعمك معايا للقناه بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، وزوروا مدونه جروب الصفحه على فيسبوك. ولو عندك مشكله تقدر تتواصل معانا بكل سهوله على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وحتى فيديوهات التيك توك. ولو عندك استفسار او طلب تقدر تتواصل معانا على صفحه الفيسبوك، متاحين كل يوم تقريبا من الساعه 1 الظهر لحد 7 المغرب الا يوم الجمعه. وبس كده.